تهددنا بشي تهديد اللي هو يعني تيقول لك الا ما ريحتيش انا غنصيفطك للحبس، انا غنقتلك، انا غندير لك، انا غندير لك. هاد السيد هذا حشوم عليه والعواشر هادي ورمضان حشومة وشهر كبير عند الله، حشومة عليه، حشومة عليه، اش درنا عليه؟ حشومة عليه باش هو باش يقتلنا وباش ياخذ الورد. اي حمزة الشريف، عندي 28 عام، مزداد في الدار البيضاء، عامل في محل ديال البياس. المشكل اللي عندي اخويا مع الاب ديالي والاخوة ديالي، يعني انا يا كنت عايش في صدر حال الشاطئ، كنت في الدار عندنا تماكين، يعني انا ملي جيت هنا وريحت مع الام ديالي مريحه هي والاخ ديالي الصغير، جيت هنايا لكازا باش نريح معاها، وتاذا به تلقى بان الاب ديالي يعني تيمنعني باش نريح مع الام ديالي باش ندوي عليها باش نجي منها. يعني هي كانت باعت الارد ديالها، الورد ديالها باعشو على قبلنا، يعني جدي كان معروف اقليم الجديده في بير جديد، يعني كان عنده الاراضي تما، عنده لي فيرم ديال الفلاحه، عنده يعني الاراضي بزاف تما كاين. يعني مات هو جدي وقسموه هما الورث الخوال ديالي والخالات، يعني ملي خدات الام ديالي الارث جات يعني بغات دير به شي حاجه، قال لها الاب ديالي لا انايا غتعاوني معايا غناخذ شي اراضي وغنكتبوا النص نص 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 انا والاخوه ديالي والنص ديالك. يعني فاذا به هي ولات ما خادت حتى شي حاجه، ولا دابا هي ما بقاش باغي يصرف علينا، ما بقاش باغي يصرف على الام ديالي، على الاخ ديالي الصغير، يعني الاخوه ديالي الكبار يعني مريحين معاه. عندي الاخ الكبير كان تيقرا في ايكول ديال الحسابات، ديال هادشي ديال كوميرس الماناجمنت. عندي الاخت ديالي محاميه في هيئه الدار البيضاء، يعني هي فحال هي اللي تتكالي عليهم، تتقول لهم انا عندي نفوذ، انا عندي السلطه، انا عندي هذه، يعني ما تتخليش الاب ديالي يعني يدير بحساب ولادو بحساب مرتو. يعني كتب انا كان اي كتب ليها واحد ست البقاع، يعني ست البقاع ديال 350 متر في الوحده، يعني في اذا به مع الوقت هو يجي ويدي لها ثلاثه الاوراق، هزهم ليها دا لها ثلاثه الاوراق، يعني كل بقعه فيها 350 متر، خلى لها ثلاثه البقاع ثلاثه الورقات. ولكن هذا الشيء يعني غادي وتيكثر بزاف. صبرنا تاعينا، دخلوا الناس ولاد عمي، دخلوا ولاد عم الاب ديالي حتى هما دخلوا، يعني تيقولوا لي عطي السيد رزقها، عطي الاولاد حتى هما رزقهم، يعني ما تحرمهمش. يعني في اذا به دخلوا الاعيان ديال المنطقه حتى هما دخلوا، قالوا لي عطي السيده فلوسها. دخل واحد ولد عمي مؤخرا مع الاخ ديالي، قال لي حشومه، قال لي انا كنت مسافر النواحي ديال تماره وبوزنيقه، كنت مريح تما كاين والسخيرات، كنت مريح تما تنداوي عند واحد السيد تما كاين على حساب هادشي ديال الازماتيك. يعني مشيت تما كاين ما بغاوش يصيفطوا لي حتى شي حاجه، خلاوني تما بلا فلوس الكرا، بلا فلوس الدواء، انا يا ازماتيك دابا يا شادين الروماتيزم في رجليا،
يعني ما صيفطوا لي حتى شي ريال، خلوني تما كاين وانا عندي رزقي ماشي ما عنديش. الام ديالي كانت عندها الفلوس، عندها رزق الحمد لله، وتا هو عنده رزقه، ولكن خلاني تما ما صيفط لي لا فلوس لا والو. انا ملي جيت هنايا للكازا وليت تندوي على الام ديالي يعني باش يعطيها الرزق ديالها، حتى هي مريضه، حتى هي ازماتيك حتى هي، وعندها السكريه. وانا دابا اللي تندوي معاك ولا هادشي ديال هادشي ديال الشعوذه وهادشي ديال السحر، هاد المشاكل اخويا ملي جيت يعني وليت تندوي على الام ديالي، يعني وليت نجي منها. وانا اصلا عزيز على الام ديالي ومرضي الوالدين، واخا هو غيبغي يتدخل وغيبغي يردني مسخوط ويبغي يردني صحه، يعني انا مع الام ديالي وتا هو معاه هو، ولكن هو هذا السيد هذا ملي ولا تيدير شي حوايج ولا ما تيصرفش ولا ما تيجيش للدار ولا ما تيعطيش الفلوس ولا تيهددنا بالقتل في التليفون، تيهددنا بشي تهديد اللي هو يعني تيقول لك الا ما ريحتيش انا غنصيفطك للحبس، انا غنقتلك، انا غندير لك، انا غندير لك. ملي ما شدش ما 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 ما, ما, ما لقاش منين يدوز ليا بانني انايا صفحة بيضاء مزيان، يعني انايا واخا عندي 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 صوابق، ولكن انايا ملي خرجت تبت التوبه ديال بصح، يعني انايا ما بقايتش في هذيك الطريق اللي كنت غادي فيها، يعني انا وليت واحد السيد تنصلي، وليت دابا يا مرضي الوالدين مريح مع الام ديالي، انا اللي هازه، انا اللي تنجيب لها الدواء، انا لا مرضات تنديها للطبيب، والام ديالي مريضه شويه فهمتيني، ولا يعني عند ازماتيك هذاك الحال، يعني الا ما كانش الدواء في البلاصه يعني طح المده غنقول لك اخويا واحد يعني واحد ربع سنين ولا ست سنين كاع سنين، يعني انا يا ملي، ولكن هاد العامين الاخره يعني تجاهد المشكل بزاف، يعني تجاهد وبزاف، يعني ولاو الاخوه ديالي حتى هما تيحرضوا عليا، يعني الاخ ديالي الصغير مريح معانا دابا ولاو تيديروا معاه شي حوايج اللي هما خايبين، يعني ولاو تيديروا لي هادشي ديال الشعوذه، تيديروا لي هادشي ديال السحر، يعني الدري الصغير باقي ما عارفش 18 عام 20 عام باقي ما عارفش اخويا، تيصيفطوا لي السحور ومسكين حيت ما فاهمش، يعني دابا شاد من كلاوي وتيغوت من ظهره وتيغوت، يعني ملي تنديو عند الطبيب تيقول لك ما عنده والو ما فيه والو، يعني هذا المشكل مناش اداكم في صحتكم، ادانا في صحتنا بزاف اخويا، يعني تندوي معاك دابا افحال محطوط عليا شي صخره على راسي، افحال شادني شي واحد بشي لقاط من رجليا، دابا يومين دابا اربع ايام ما تنشوفش النعاس، هاد السيد هذا حشومة عليه والعواشر هادي ورمضان حشومة وشهر كبير عند الله، حشومة عليه اش درنا عليه، حشومة عليه باش هو باش يقتلنا وباش ياخذ الورد وباش ياخذ القرش، وتيحرضوا الاخوه ديالي، تيحرضوا الاخ ديالي الكبير والاخت ديالي، يعني تقول لهم لا انا غنكالي عليكم انا محاميه، انا هادي القانون يعلى ولا يعلى عليه، يعني انا من هذا المنبر تنوجه رساله للشعب المغربي اجمعين كامل داخل المغرب وخارج المغرب، يعني انا الا وقعت فيا شي حاجه ولا تهرس من رجليا، انا يعني تنوجه رساله، يعني انا الا وقعت فيا شي حاجه يعني هاد الناس هما اللي دايرين ليا، يعني انا ما نمشي عند الطبيب، انا ما خليت لا كلينيكات لا سبيطارات لا طبه لا والو، دابا تمشي معايا للطبيب اللي مشيت عنده في المدينه في سانترفيل، يعني قال لي انت ما عندك والو، قال لي انت ما مريض ما والو، قال لي انت يا شي حاجه اخرى من غير هادشي ديال الطب، قال لي ما عندك والو، يعني هاد الناس هادو تيجي تيرش لينا الماء حدا الباب، يعني تيكون راكب معايا انا كنت عندي طوموبيل تيركب معايا تيلوح لي الماء في الطوموبيل، يعني هاد الناس هادو تيلوح لي الماء ديال هادشي ديال الشعوذه تيلوحوا لي في الطوموبيل، حشومه عليه. هاد الطوموبيل هادي دابا ساكته، دابا ما بقاش باغا ديماري كاع اصلا، فهمتيني ولا لا؟ حشومه على هاد السيد هادي والعواشر هادي، وانا تنطلب من جلاله الملك تدخل في هادشي، يعني هذا عيب هذا، يعني حشومه
واحد يدي لي رزقه ويبدا يسحر ليه ويبدا يشعوذ فيه وحشومه. واصلا كان واحد 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 البقع كنبيعهم، يعني انا واحد 10 سنين ولا 12 عام انا ما عنديش مال لا كارت ناسيونال لا والو، تيشد لي يدي صحه وتيقول لي سيني في الوراق. يعني هاد السيد هذا اش باغي من عندي انا؟ اش باغي من عندي؟ ودابا تيقول لي غنقتلك، تيهدد فيا. يعني حشومه. وانا تنطلب من المديريه ديال الامن الوطني تدخل في هاد الشيء، وتنطلب من جلاله الملك الله يخليه لينا والله ينصرو لينا يتدخل في هاد الشيء، الله يخليه لينا يا ربي. وتنطلب من جلاله الملك يا ربي يتدخل في هاد الشيء هذا، حيت هاد السيد هذا حقرنا بزاف، حقرنا بزاف. تنمشيو للطبه ما تنلقاو عندنا والو. يعني هاد السيد تيرش لينا، وهاد الفقيه هذا اللي تيخدم هذا في رمضان حشومه وعيب، عيب عن الله تيشوف، الله تيشوف. وانا تنطلب من هاد المنبر الناس اللي مكلفين بالرقيه الشرعيه والناس اللي تيفهموا في هاد الشيء يتدخلوا ويشوفوا بعين الرحمه، وشوفوا يا بعين الشفاء يا ربي. يعني انا حيت محني هاد السيد هذا في صحتي بزاف. انا كانت فيا 120 كيلو، دابا تنقول لك تنوزن 70 كيلو 80 كيلو. احشومه هاد السيد هذا. يعني انا دابا القلب ديالي تيضرب بالجهد. يعني ملي تنمشي انا للسبيطار ولا تنمشي كلينيك تيقول لي انت ما عندك والو، ما مريض ما والو. احشومه اخويا وعيب. وانا تنطلب من هاد المنبر الناس اللي مكلفين بهاد الشيء يتدخلوا يا ربي، والله يخلي لهم صحتهم، الله يخلي لهم وليداتهم. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.